السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. هنا في ثلاث الأولاد اللي ما عرفوش كاين في المملكة المغربية، الخيرات الأولى والجالية المغربية والناس مالي المدن الكبرى بالمملكة المغربية. وكل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، عيالات رجال أبنات ولاد أهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم 26 في شهر 10 2021، شحال هاد الخيرات فرا؟ هادو هاد الجوج شحال؟ هذاك اللي من 84 اللي من اللي 82 وهذا؟ هذا عطونا 160 مليون وستين، الفرق عندهم 1000 درهم. 1000 درهم 13000 تاع الدرهم و 14000 تاع الدرهم في الثلاث الاولاد الخيرات. هما تو احمد جفاف، احمد جفاف تيقول هذا الرجل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو مشهور، تقول لي محمد هنايا ما يعرفوش، اين احمد ولا قلت لي محمد جفاف يعرفوا ياك سيدي. ايوا هذا اللي كان. تنحييوه ونحييو الاحباب تاعنا في المكان داخل الوطن او خارج الوطن. تيقول لك 14000 تاع الدرهم هذا اللي من هنايا و 13000 تاع الدرهم الاخر اللي من لهيه، كي تشوفوا معنا في حد في الثلاث الاولاد. شحال؟ مليون و20. ها؟ وجه مليون و20 وجه. شحال والله غاف؟ 20. تبارك الله، مليون و20، 11000 تاع الدرهم هاد العشر. الله يسهل عليكم. اهلا محمد، كي داير بخير؟ هذا كوار تاع الكسيبه. مليون وشوش وفر ابوك. تبارك الله السي احمد، مليون و4000 درك. كسابي ياك السي احمد؟ واش كسابي ولا كساري؟ لا كسابي احمد. لا الكسابي راه الاغلى من السمين عسير ياك. عشرة الاف تاع الدرهم ورب و200 هاد البلاصة تاع البقر كنسابي هنا في الثلاث الولاد، كي تشوفوا معنا الحباب تاعنا فين مكانو داخل الوطن او خارج الوطن. كاين الغمام والضبابة تتنشنش، ونتمناو شي عام يكون زين. اللي سمعنا يقول امين في الحباب تاعنا اللي سمع هاد الكلمة، وان شي عام يكون زين. تبارك الله، تبقى تصب عندنا تينو دربيع ان شاء الله. تتمناو وكاين الضبابة كي تشوفوا خيرات موجودة تاع البقر الكسابي هنايا في الثلاث الاولاد. وشحال صالح؟ و 32 اخويا. امال تكون في الجزاري وجبتي اليوم الكسابي؟ الكسابي راه خاصنا التبن وخاصنا النخاله وخاصنا الله غادي يرحم عاد بابا تلقت غادي يكون الخير. كل خير يوجد. انت من الكرموس ما بقاش لي طيب. الكرموس ما بقاش قدرك الدلاب. باقي قدرك الحر. تبارك الله على صالح. الله يبارك. شحال هاد الخيرات؟ وذا عطونا في 30 ما بحناش. مليون و30 11500 تاع الدرهم. هذا شيء هذا شيء. كي تشوفوا تبارك الله هنا في الثلاث الاولاد 11500. 230000. مليون و30. شحال هذا عرفت؟ سير حسن. شحال؟ تطلب هذاك 36 وانت 16. ما قلتيش ليا شعطاوكم شحال هما؟
باقي ما عطاوش الراجل ما كيكذب تتكل على الله ياك ما تيكذبش على حسابك الراجل درواش على الكراه هنايا شحال 540 وكاين شويه تمن لا 540 شحال عطاوك في هذا وشحال عطاوك في هذا 70 70 هذا في الثلاث الاولاد بكرك السابي كي تشوفوا معنا في الثلاث الاولاد شحال قلتي لي 540 هذا كتبقى في 86 هذاك بغيتي في 86 هي باقا شي لا صافي هلا باقا شي 22000 شحال عطاوها؟ بعدين 70 وانا لقيت عبد العزيز قدام وصافي سير اش بغيتي بالهضرة و السلعة وشحال السي حميد؟ وبقاو عندك هاد جوج؟ ثلاثة شحال هاد جوج هاد البياض والاخر؟ شحال؟ اثنين 11100 تاع الدرهم 11100 25 وهاد البيض شحال؟ 25 تاوكا 25 11250 تاع الدرهم اللي بغيتي فيهم ولا عطاوها لك؟ هذا طلبت فيه 1,050,000 40 مليون وثمانين قل جوج تيقول ابراهيم هنايا ربعطاش الف تاع الدرهم قل مية درهم في الثلاث الاولاد هاد الخيرات تيطلب فيها 16000 تاع الدراهم شحال ابراهيم الخنخن؟ مليون و80 قلشوش تبارك الله اش دايره في السنة ابراهيم خويا؟ ستاتية تبارك الله بقرة زينة وبنتها زينة كي تشوفوا في الثلاث الاولاد بنتها زينة تبارك الله كي تشوفوا معنا هاد الخيرات نحيو كل مشاهد قناة زيتون المرجان في المكان ونحبابتونا عيالات ورجال بنات ولاد اهلا وسهلا بكم جميعا كي تشوفوا هذا السوق لثلاث الاولاد هاد الخيرات تاعت البقرة الوالدة والاجور كسابيين ان شاء الله بحول الله تنوريو لحبابنا نهار 26 بشهر 10 2021 كي تشوفوا معنا تبارك الله هنايا خيرات اش دايره في السن؟ يلا جاي مجموع اش والده؟ عجل تبارك الله هذه عطاوها 34 هاي تبارك الله اش والده بنت زينه تبارك الله شحال عطاوك فيها؟ شحال عطاوك؟ عطاوها 34 34 334 334 بقرات والدات هنا 314 و 303 متيكات اخويا متيكات ما عندي ما نقول تبارك الله كاين شوية البرد والضبابة في الثلاث الأولاد شوية السمر والضبابة هذيك
لاباس عليك. معطوا 180. اش دايره في السن؟ جموع صغير. واش لقى دار راه والده شنو؟ مولاه قال عندها 4 شهور. عندها 4 شهور؟ اللي قال مولاه. 6 شهرين اليوم. لا عندها 4 شهور. مولاه فتا تقول لي قال شهرين. قال لي عندها 4. عندها 4 تيقول العربي. تبارك الله. جموع صغير. تبارك الله ما عندي ما نقول. تبارك الله هذا العربي تي البقره الوالده. أو الدارة ياك قلتي هذه دارة؟ عندها 4 شهور وكتحلب. باقي تحلب؟ اه باقي تحلب. هي تلاقي الحليب هذا. تبارك الله. عطاوها 180. العربي درجة في العربية. تيقول عطاوني 180. نطلع البوم وصور مزيان. صافي غير بقى.